حبايبي جريد فور، تعالوا نتعلم لعبة برضو واحنا شغالين في الراوند، شغالين في الاستيميت، شغالين في النيرس، نلاقي الكلمة دي ميدل او نلاقي ميد بوينت. انا لا فاهم دي ولا فاهم دي. بص حبيبي، لو انا معايا 1 وواحد تاني معاه 2، عايزين النص ما بين ال 1 وال 2. ايه ده؟ استنى استنى، انت قلت كلمه ايه؟ نص. مش هنقولها بقى تاني بالعربي، هنقول عليها ميد بوينت او نقول عليها ميدل. ال 1 وال 2 مين اللي في النص؟ لا لا، ها مودة، واحد ونص، واحد وايه؟ واحد وايه؟ شكرا. بس اسمع بس، اسمع بقى. طب انا يا مستر لسه ما خدتش الديسمي، بس انا بعرفك ان اسمه ايه؟ واحد وايه؟ شكرا بقى. تعال نزود هنا 10 وهنا 20. مين في النص بين ال 10 وال 20؟ طب قول يا حمزه. شكرا. تعال بقى نقول حاجه جميله. كلمه النص يا ماما يعني 10 جنيه. نصها كده 5. طب ال 10 20 اللي في النص؟ ال 10 وال 20 النص ما بينهم 5، ازودها على اللي تحت. نقول بقى تاني، طب لو هنا 100 وهنا 200، تفتكر مين في الميدل؟ محمد. الله عليك، اصل انا خلاص ال 10 20 الميدل 15، هو يزود زيرو اب زيرو داون، ازود انا زيرو تاني. 1000 2000 مين اللي في الميدل؟ تقول له بص 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 بص، انا اعرف ال 10 ومين بكام؟ ال 10 وال 20 الميدل كام؟ 15. الميدل كام؟ 15. هنا بقى مزود 20، ازود انا 20 كمان مرة؟ كمان مرة. حاضر حبيبي، بص كده، انا هكتب فوق هنا 30 وهنا 20. مين في الميدل؟ روح يا مستر. 20 30، مين في النص؟ قول يا ساندي وما تخافيش. طب بلاش حبيبتي حمزة، شكرا. وافرض قلنا وطلعت مش صح، غلط ان انا ابقى مش عايز اجرب. غلط. حاضر وانا معاك. 20 جنيه 30 جنيه، النص ما بينهم كام؟ عدي بعد ال 20 5. طب تيجي نلعبها تاني؟ اسمع بقى، 30 40 30 40، مين في الميدل؟ ايه؟ هتعمل ايه؟ اقول ايه؟ زود 5. شكرا. طب يلا 40 50، مين في الميدل؟ ايه ده بقى يا صلاح؟ برضه لسه؟ طب نقولها؟ ايه ده يا صلاح يا جوش ودنيز؟ معتز. مين في الميدل بين ال 40 وال 50؟ شكرا. يلا نلعب تاني. 50 60، مين في الميدل؟ خلاص بقى، ما هي لعبة، هتعمل ايه؟ ازود 5. يلا يا ساندي 55. نقولها تاني حبايبي. تعالى بقى نروح هناك نشوف بقى شغلنا. الراجل ده مديني هنا حبايبي 6000 70000. لو سمحت حبيبي انا مش عايز اغلط، سيب الزيروهات اهي، او سيب ال 70 وال 60. مين في الميدل بتوين 60 و 70؟ مش عايز اغلط، اقول له اعمل ايه؟ ازود 5 على مين؟ 60. تبقى 60 ايه؟ بس احنا كنا سايبين كام زيرو؟ لا 2. ادي ده الميدل. طب قولها تاني، بص معايا هنا 90 وادي 100، 90 و100، مين في الميدل؟ هي يا مودة. طب نمشيها واحدة واحدة حبيبتي، 95 وأنا كنت سايب دبل زيرو أنزلها، تبقى فعلا زي ما أنت قلتي 9500. نرجع بقى لموضوعنا، النمبر ده موجود فين؟ موجود أب يعني فوق، فوق الميدل
ولا موجود داون تحت الميدل؟ ال 6700 موجوده تحت دي ولا فوق منها؟ فوق، يبقى اسمها ايه؟ اب. وطالما هي اب تطلع اب، يعني الانسر بتاعتي بقت 7000. فهمتوا اللعبه؟ تاني انت هتجيب الميدل، انت هتجيب ايه؟ تروح تسال الراجل ده 9340 انت تحت ولا فوق؟ داون. برافو عليك، انا داون، يبقى انزل تحت، يبقى الانسر بتاعتي 9000. فهمتوا حاجه؟ طب نقولها تاني؟ تعال ندور يمكن في تاني بسرعه. بس بص معايا هنا، هنا 160 170 60 70، مين في الميدل؟ ها يلا مع بعض كده صلاح. ماشي يا باشا، حاضر، ازود على ده، احط الفايف اهي. يلا بقى نشوف الراجل ده، يا 16400 انت داون ولا اب؟ فوق ولا تحت؟ انا تحت. يبقى هتعمل ايه؟ تروح للي تحت، بقى النيرست بتاعها 16000. نقول تاني؟ لا كفايه يا حبايبي، لا لا انا ما ينفعش اطاوعكم، الحصه هتضيع مني. حبايبي تعالوا كده مع بعض نكمل جزء انتوا كلكم اتفقتوا ان انتوا مش عارفين ايه هو. يا مليون يا مليون، انت كام ديجيت؟ لا احنا عايزين نعرف حاجتين، انت كام ديجيت وانت كام زيرو. يا مستر استنى انا بنسى، تعال نتعلم ازاي ما ننساش. مش احنا قلنا عندنا فاميلي الاولى دي بتاع الوانس والتانية بتاع مين؟ الثاوزن. وكل واحدة عندها كام؟ وبعد كده نبدأ في المليون. يبقى دول كام ديجيت؟ 7 ديجيت. 7 ديجيت، لكن هما كام زيرو؟ 6 زيرو. طب تعالى نقول اللي بعدها، انا عايز المليون كام ديجيت؟ برضو العب كده، عيله الوانس، عيله الثاوزن، عيله المليون، وادي المليون. اسمع اسمع، يبقى هنا 3 3 3 وهنا 1، يبقى دول كام ديجيت؟ 10. لكن عنده كام زيرو؟ 9 زيروز. ادي يا حبايبي الفكرتين اللي انتوا طلبتوهم. تعالوا بقى هراجع لك كل الكويز من تاني، بس خد بالك معايا حبايبي، تعالوا نفهم لما يقول لك كلمه تايمز. تايمز اسمع بقى، هو مديني هنا 4 ومديني هنا 4، انت تتعب تجيب الفاليو. الفاليو بتاع الفور دي بكام؟ كام الفاليو؟ اقول ايه؟ 4000. والفاليو بتاع الفور الثانيه، بص بقى يا 4000، انت قد الفورتي كام مره؟ ادي معنى حلو قوي. الراجل ده عارف ازاي؟ اسمع بقى، هكنسل زيرو مع زيرو، اتبقى كام زيرو؟ يبقى 100. بس يبقى لما اقول لك كلمه تايمز، هات الفاليو بتاع دي والفاليو بتاع دي، اكنسل من الرايت والليفت، اتبقى تو زيرو يبقى 100. 3 زيروز يبقى 1000. 1 زيرو يبقى 10. يا حبيبي الشغل. نقول تاني؟ بص بقى اللي جايه دي اخر حاجه. لما اعمل موف للليفت، 1 موف، بص كده، لو انا قلت هنا 3 في عيله الوانس وادي 1. دي في عيله الوانس ودي التنس. دي الفاليو بتاعتها كام؟ 3. لو انا حركتها للليفت مره، هتيجي في عيله مين؟ تنس، هتيجي في بيت التنس. فبدل 3 تبقى كام؟ 30. بقت زادت كام؟ يعني 10. يعني ما هو 0 10 تو 0 100. ادي ده يا بابا اللي انا كنت براجعه معاك. تعالى نعمل ستوب.